جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع منشط. بداية منشط مع صحف دمشق التي تناولت عمليات الجيش العربي السوري، كما عرضت التصريحات الروسية التي خرجت ردا على تلك التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن نفاذ صبر الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من العناوين التي نطالعها في صحيفة الثورة لهذا اليوم وأبرز ما جاء فيها. الجيش يقضي على العشرات من إرهابي داعش بريف الرقة ويدمر مرابض هاون ومدفعية لتكفيري النصرة بدرع البلد. ردا على واشنطن، موسكو: نحن من نفذ صبرنا، أمريكا لا تستطيع الفصل بين المعارضين والإرهابيين، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر. بتوجيه من الرئيس الأسد، العماد أيوب يتفقد الوحدات والمواقع العسكرية في حلب وريفها وعلى محور إثريا الطبقة. جلوبال ريسيرش: أمريكا تريد إنقاذ القاعدة وداعش من ضربات الجيش السوري. أوساط تركية: أردوغان حول تركيا إلى بلد يصدر الإرهابيين، وسلطات الخليفة تسقط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم. أما نبقى في أروقة الصحافة السورية وننتقل إلى صحيفة الوطن، والتي أوردت أبرز التحليلات السياسية والعسكرية للواقع الحالي في سوريا، إضافة لتداعيات الأخبار التي خرجت عن قتل القوات التركية لعدد من السوريين على الحدود. فنقرأ أبرز ما جاء في صحيفة الوطن لهذا اليوم: الائتلاف المعارض يسابق أنقرة في دفاعها عن قتل السوريين. الجيش يقترب من مطار الطبقة ويوسع سيطرته في الغوطة الشرقية. أوساط روسية ترحب بدعوة ترامب الرئيس الروسي لزيارة واشنطن. تونس تمدد العمل بحالة الطوارئ شهرا إضافيا. القوات العراقية تتقدم في أحياء الفلوجة. هاموند يحذر من أن الخروج سيكون لا رجعة فيه، وتوسك يراه مؤشرا تحذيريا للاتحاد الأوروبي. وإيران تعلن كشف وإحباط عمليات إرهابية في طهران وعدد من المحافظات. أما بالانتقال إلى الصحف اللبنانية لهذا اليوم، والتي انطلقت من عدة ملفات محلية ركزت فيها على الشغور الرئاسي والخلافات السياسية الداخلية، إضافة لعرضها التطورات العالمية الحاصلة، حيث قدمت صحيفة السفير هذه العناوين في صفحتها الأولى لهذا اليوم، وكانت على الشكل التالي: الحريري الناقم على جعجع، عرضة للابتزاز وعون ينتظر، هيئة الحوار، مجلس حكم انتقالي وحكومة ظل. من بجة: واشنطن تعاقب أول مدينة تمردت على داعش. استفتاء بريطانيا: هل يفتح صندوق الشرور الأوروبي؟ المنامة: قضية عيسى قاسم تشتعل. نتنياهو يستنجد بكيري لمواجهة الضغوط الأوروبية. موسكو تحذر واشنطن من نفاذ صبرها، وإيران تكشف عن مخطط لتفجيرات السعودية أرسلت الإرهابيين عبر أربيل. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية أيضا لهذا اليوم، ونقرأ أبرز ما ورد في تحليلات في الديار، والتي جاءت عناوينها على الشكل التالي لهذا اليوم. إذن أبرز ما جاء في صحيفة الديار اللبنانية من عناوين: محللون أتراك أردوغان يرتب أوراق العودة نحو دمشق. إيران كشف أكبر مخطط إرهابي وهابي لضرب طهران. البحرين تسحب الجنسية من الشيخ قاسم، وبيان لحزب الله ردا على القرار. عملية تطهير الفلوجة من الإرهابيين متواصلة. العبادي: لا غنى عن الحشد الشعبي في المعركة. إجراءات إسرائيل الاستيطانية تؤكد انتقالها إلى عملية الضم الفعلي للمستوطنات. وبوتين: استفتاء بريطانيا استفزاز لأوروبا. بينما واكبت صحف تونس لهذا اليوم العمليات الأمنية التي استهدفت مراكز تجمع الإرهابيين، إضافة لعناوين أخرى نطالعها في صحيفة الشروق التونسية، والتي كانت فيها العناوين على الشكل التالي لهذا اليوم:
استنفار وتعزيزات أمنية، إفشال مخططات داعشية في العاصمة، القبض على إرهابيين وإحباط عمليتين إرهابيتين ببنغردان والشعانبي، محاولة اغتيال دونالد ترامب. كوبلر يدعو المجتمع الدولي لمساعدة جرحى سرت. داعش يدعو عناصر الإخوان في مصر لمبايعته، وليبيا بعد تعرض قواته لهجمات مباغتة، جيش حفتر يعلن النفير العام. أما بالانتقال إلى صحف الأرض المحتلة لهذا اليوم والتي ضجت عناوينها بممارسات الاستيطانية الصهيونية التي تتبعها حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططاتها في عدة مدن فلسطينية، فنقرأ من صحيفة الأيام لهذا اليوم أبرز ما جاء فيها من عناوين وكانت على الشكل التالي: إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات وحملة اعتقالات واسعة طالت 15 مواطنا. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام. إسرائيل ليست مستعدة للمصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية. إسرائيل وتركيا المصالحة بحلول نهاية الشهر الحالي. 25 قتيلا بينهم 14 حارسا أمنيا نيباليا في 3 هجمات متزامنة في أفغانستان. ترامب يستغني عن مدير حملة الانتخابية وسط تراجع شعبيته، والعراق معارك في أحياء شمال الفلوجة وتفاقم معاناة المدنيين الفارين من المدينة. أما صحف بغداد لهذا اليوم فقد ركزت على التقدم الميداني للجيش العراقي، إضافة لعدد من الملفات التي نطالعها في صحيفة الزمان العراقية، ونختم بها مانشيت لهذا اليوم: تضيق الطوق على داعش في الفلوجة، وقائد الشرطة الاتحادية: لا نزال نتعرض للانتحارية. إيران: أحبطنا مؤامرة إرهابية. الجعفري يعد تحركات السفير السعودي تدخلا في الشأن الداخلي. وفاة فلسطيني برصاص الجيش في الضفة الغربية. كابول: الموافقة على وزير الدفاع ورئيس المخابرات قبل قمة الأطلسي. وميركل: رفع العقوبات عن روسيا مرتبط باتفاق مينسك. إلى هنا مشاهدينا ننهي مانشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في زارة اليوم. لنتابع. كثر بهيج السكاكين في المنار المقدسية. هذه الدعوة للتدخل العسكري المباشر ضد الدولة السورية والجيش السوري على وجه التحديد يأتي مع النجاحات التي حققها الجيش السوري على الأرض، والتي قلبت موازين القوى والوقائع وتجلت في اندحار قوى الظلام والإرهاب من العديد من مواقعها. ويأتي أيضا بعد الفشل الأمريكي في فصل الجماعات التي تراهن عليها وتدعمها على أنها المعارضة المعتدلة، من التناغم مع والقتال إلى جانب تنظيم داعش وجبهة النصرة القاعدية المصنفة على لائحة التنظيمات الإرهابية بحسب قائمة الأمم المتحدة. كتب مصطفى المقداد في صحيفة الثورة السورية: من يطرح فكرة الإدارة الذاتية لا يلبث أن يطورها إلى الفيدرالية الإدارية، فالسياسية وصولاً إلى المطالبة بالانقسام والتجزئة وفق الخطط المرحلية التي يبدلها المتآمرون خدمة للمشروع الأكبر. والغريب في الأمر دوماً وجود أفراد يحملون هذه المشاريع ويطلقونها باسم الشعب أو جزءاً منه خلافاً للإرادة الشعبية والمشيئة الوطنية. يتابع الكاتب مقالته بالقول: هذه المشاريع الاستعمارية تستهدف إحياء الوجود الاستعماري من خلال حالة التضليل والتخويف وإيجاد حالة سكانية مغايرة من حيث التوزع للوضع القائم مسبقاً، مع إدخال عناصر غريبة مزودة بالسلاح والدعم الاستعماري علها تنفذ قسماً من مشروع التقسيم البعيد، لكنه فاشل بالتأكيد في ظل عدم وجود عوامل موضوعية أو ذاتية لإنجاحه. قالت الوطن العمانية في تعليقها الرئيسي اليوم: عكست أزمة اللاجئين في العالم الواقع المؤلم والمخزي الذي يشهد تحولاً لافتاً في الانحدار في القيم وانحطاطاً في الأخلاق والمثل والمبادئ الإنسانية، حيث لم يعد أدنى احترام لحقوق الإنسان، بل إنها تحولت مع تكالب الأطماع الاستعمارية وتنافسها بين القوى الكبرى ذات التاريخ الاستعماري إلى وسيلة متعددة الأغراض لتحقيق الأهداف والمشاريع الاستعمارية في العالم.
أخيراً كتبت نور مريم الزين في الأخبار اللبنانية، هل يلعب آل سعود لعبة حافة الهوية؟ السؤال مرده ليس إلى إفشال محادثات اليمن ولا التصعيد في سوريا، بل الذهاب في البحرين نحو الفتنة الدامية. يبدو أن نظرة آل سعود إلى الأوضاع في المنطقة تأخذ منحى مختلفاً، ويبدو أن زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة لم تحمل عقلنا كان يجري الحديث عنها، بل تصعيداً مرتبطاً إلى حد بعيد برهان سعودي على تغييرات كبيرة في العالم بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. التخريب الممنهج ولفت الانتباه سياسة باتت قائمة لدى النظام السعودي. إعادة إشعار الأزمات في البحرين وإخراج النار من تحت الرماد الملتهب عنوان تصدر عناوين الصحف، ولكن هذه المرة توسعت الدائرة وكبر الحدث. فماذا يحضر للخليج؟ وكيف ستتبلور الأمور في البحرين؟ وما ردود الفعل؟ أم أن التداعيات الحالية لن تتجاوز ما حصل مع الشيخ نمر؟ التطورات السياسية الخليجية وانعكاساتها مع ضيفي من بيروت المستشار والخبير بالشؤون الإقليمية رفعت بدوي. أسعدت أوقاتا أستاذ رفعت. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني أستاذ رفعت، اليوم البحرين تشتعل من جديد، ولكن ماذا بعد؟ سيدي يجب علينا لا ننظر للبحرين فقط، يجب علينا أن ننظر لدور المملكة العربية السعودية في المنطقة ككل. عندما تكون هناك اتصالات مباشرة، دولة تنتهج نهج اتصالات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، وتكون بمثابة الموظف لدى الإدارة الأمريكية لتنفيذ مخططاتها ومخططات العدو الإسرائيلي، وعندما تقدم العداء لإسرائيل تبدله بعداء لإيران، كل تلك العوامل تشي بأن المملكة العربية السعودية تلعب دورا سيئا في المنطقة، إن كان على صعيد منطقة الخليج العربي أو على ما على صعيد المنطقة ككل. يعني لا تنسى أنه كمان دورها سيء جدا فيما لعبته ولم تزل حتى الساعة في سوريا من دعم وتمويل الإرهاب المتواجد في سوريا من كل أصقاع الدنيا بالمشاركة مع تركيا. هي حاولت أن يعني توهم للناس بأنها هي تقود العالم الإسلامي بين هلالين، يعني عذرا على التعبير السني، في مقابل الإيراني، لكن هذه أمور لن تنطلي على أحد، لأنه القومية العربية أيضا هي تقف بالمرصاد. دور المملكة العربية السعودية بات يعني ذهب بعيدا في تخريب هذه المنطقة وتنفيذ أجندة العدو الإسرائيلي. ولا ننسى بأنه هناك زيارات متبادلة بين الطرفين، كانت سرية أم علنية، ولقاءات أيضا سرية وعلنية ومؤخرا. نعم أستاذ رفعت، ولكن لطالما كانت البحرين هي ساحة من أجل استعراض العضلات السعودية هناك، يعني كان هناك تدخل لقوات درع الجزيرة في السابق، وكان هناك أيضا تدخل من أجل أو بشكل غير مباشر في وأد الثورة التي قامت في البحرين في السابق، ولكن اليوم هناك سعي محموم من قبل السعودية لخلق بؤرة مشتعلة في البحرين. يعني تأثير اشتعال البحرين على المنطقة ككل، على الخليج، كيف سيكون؟ أكيد بالتأكيد سيكون انعكاسات سلبية على السعودية أولا وعلى بقية دول المنطقة بالتحديد. ما أقدمت عليه سلطات البحرين يوم أمس هو أكبر دليل بأنه هو هذا أملاء من المملكة العربية السعودية من أجل زيادة الضغط على جهات معينة في البحرين، لقاء مواجهة مع إيران مفتوحة، وهذا أمر مفتوح، لكن هذا أمر لن يأتي بالخير لا على الخليج ولا على المملكة العربية السعودية، بل على العكس تماما، من الممكن أن يكون هو يعني بداية اشتعال فتيل كبير في المنطقة، منطقة الخليج لا تحمد عقبة، وخصوصا في المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية إذا ما حاولت أيضا. نعم، ولكن أستاذ رفعت، يعني يقول البعض بأن الحدث اليوم لن يتجاوز ما حدث من ردة فعل كانت ليست كما كان متوقعا في قضية الشيخ النمر في السابق. يعني سيدي كريم، لا أحد ممكن أن يتوقع غدا ماذا يمكن أن يعني يستفيق عليه الخليج. نعم، ولكن هو بناء على أحداث كانت في السابق موجودة.
وتم التعاطي من قبل السعودية بقمع كبير وأيضا بدعم أمريكي وغطاء أمريكي من أجل عدم اشتعال الوضع في السعودية. يعني امريكا هي بتغطي المملكه العربيه السعوديه في اي شيء ممكن تقوم نعم. فيه، حتى لو على سبيل الصعيد انه يعني التغطيه بالفلوس. المملكه العربيه السعوديه مشهوره بانه تاخذ فلوس وبتسكت العالم، يعني نكون واضحين، نعم سكت العالم اللي هو ممكن انه يسكت، في ناس ممكن تسكت. هلا فهناك دعوات يعني ظهرت يوم امس لانتفاضه الشعب البحريني، ولم تكن يعني هناك فقط للشعب البحريني، بس هي يعني فتيل، بداية فتيل ممكن أن يشتعل في منطقة الخليج ككل، وهذا الأمر يجب أن يأخذ يحسب بالحسبان ويأخذ بعين الاعتبار. يعني هناك دعوات حتى من إيران ومن القائد سليماني للشعب الإيراني بأن ينتفض على حاكميه، هذا أمر خطير جدا إذا ما حصل، فإنه يهدد بنذر يعني كثير خطيرة في المنطقة لن تحمد عقباها لا على البحرين ولا على الخليج بالأسره. يعني نعم، يعني لقد تطرقت لموضوع إيران ودعوات الإيرانية من أجل أن لا يكون هذا الموضوع عادي بالنسبة للشعب البحريني، ولكن اليوم يعني ترافق هذا الموضوع وما حصل في البحرين مع كشف قوات الأمن الإيرانية عن خلايا إرهابية وإحباط هذه العمليات سواء في طهران أو في عدد من المدن الأخرى. يعني هل بدأت السعودية توسع دائرة الاستهدافات؟ يعني انتقلت من سوريا والعراق ولبنان أيضا نحو إيران. منذ زمن هي يعني تقصد إيران وتقصد باقي الدول التي لم يعني تسير في ركاب المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، هي دائمة التخريب عليها وحتى دائمة إرسال الإرهابيين إليها. يعني سوريا أكبر مثال على ذلك، والضغط على الأردن في وقت من الأوقات ولم يزل حتى اللحظة، اقتصاديا وحتى أمنيا أيضا لم يزل حتى اللحظة. مصر تحديدا يعني عندما حاولت أن تأخذ منحة بعيدا عن ما سبق للمنحة السابق في مصر العربية، أيضا كان الضغط السعودي كبير لإعادتها إلى الأجندة الأمريكية وإلى اتفاقية، روح اتفاقية ما يسمى باتفاقية كامب ديفيد المشؤومة. فإذا المملكة العربية السعودية ليست من الآن هي دورها سيء في المنطقة، هي منذ زمن لكن كانت تلعب الدور عبر الواسطة، الآن انكشف الدور وبدأت تلعب الدور بشكل ظاهر جدا وهي تتصدر المشهد، بل إنها توهم للناس بأنها هي تتصدر العالم الإسلامي في هذا المشروع، في مواجهة مشروع معين أو للسير في مشروع الصهيوني الأمريكي. لكن كل هذه الأمور لن تنفع، لأنه عواقبها سيكون وبالا على داخل نعم، يعني السعودية. هنا الحديث عن العواقب، يعني كيف ستكون الأمور، خاصة ردة الفعل الإيرانية هنا تجاه هذا الموضوع، وخاصة بأن إيران ذكرت بأن السعودية هي من أرسلت الإرهابيين وعبر أربيل تحديدا. يعني اليوم رد الفعل الإيراني تجاه هذا الموقف كيف سيكون؟ أيضا لا أستطيع أن أتكهن بالرد الفعل الإيراني، لأنه لا أحد يعلم ماذا يجري يعني أو ماذا تنوي إيران فعله أمام هذه أمام هذا المشهد. لكن الدعوات التي سمعناها يوم أمس تشي بأنه إيران غاضبة جدا، وممكن أن تلجأ إلى تصعيد الثورة، يعني في روح الثورة في البحرين وفي بعض المناطق في المملكة العربية السعودية. لكن أنا أقول لك بأن هذا الأمر لن يكون في صالح أحد، هذا التسعير لن يكون إن كان من جانب المملكة العربية السعودية ولا حتى من جانب إيران. نحن أمامنا عدو يعني يمحي قضية فلسطين من الذاكرة، أمامنا عدو اسمه إسرائيل يعني يعمل ليلا نهارا على قدم إسرائيل فلسطين واحتلالها وتكملة الاحتلال اللي ما احتلوا لا بال 47 ولا بال 67 إلى قدم الوطن العربي الفلسطيني ومحو ذكراه من الذاكرة. أمامنا قضية سوريا، العراق، ليبيا، يعني هناك قضايا أهم بكثير، علينا رص الصفوف. وأيضا إذا كان الطيم يعني ضربنا في هذه الفترة يجب علينا أن نتحمل، لم يعد أمامنا غير سوريا اليوم للصمود والمقاومة في وجه هذا المخطط الإسرائيلي الذي يقضي على الأخضر واليابس في هذه المنطقة. ومن شأن أي تصعيد بين المملكة العربية السعودية وإيران أن يكون وباله خطيرا جدا، وإدخلنا في حروب لا تنتهي عبثية لا يستفيد منها غير العدو الصهيوني. نعم، شكرا لك ضيفي من بيروت المستشار والخبير بالشؤون الإقليمية رفعت بدوي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. مشاهدينا الآن فانتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف بعد الفاصل.
كشفت صحيفة الاندبندنت أن قيادات من الحزب الجمهوري الأمريكي تخطط لمنع المرشح المثير للجدل دونالد ترامب للترشح نيابة عن الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة مرجعة سبب ذلك لدعوات دونالد ترامب لتمييز عرقي في القمع، ما دفع قطاعا من قيادات الحزب الجمهوري لوضع خطط تمنع ترشحه نيابة عن الحزب. وأوضحت الصحيفة البريطانية أيضا بأن ترامب أطلق تصريحات مثيرة للجدل الأسبوع الماضي بعد هجوم أورلاندو، حيث صرح لشبكة سي بي اس قائلا: أعتقد أن التمييز العرقي هو الأمر الذي ينبغي أن نبدأ التفكير فيه الآن كدولة، وأن الغضب تفجر في صفوف أعضاء الحزب الجمهوري بعدما نشر ترامب عبارات الشكر على حسابه بموقع تويتر ردا على التهمة التي وجهت له، وزعمت أنه كان صائبا بخصوص مطالبه بالتصعيد ضد الإرهاب. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن المطالب الأخيرة لدونالد ترامب من المرجح أن تزيد العداء له داخل أروقة قيادات الحزب الجمهوري، وأن تعزز المحاولات الجارية في هذه الآونة من أجل منع ترشحه عن الحزب خلال الاجتماع النهائي الشهر المقبل لإعلان اسم مرشح الحزب الجمهوري. أهلا بكم إلى أقلام إلكترونية، ونقرأ فضائح جديدة تطال ما يسمى الائتلاف السوري المعارض، والذي أصدر بيانا دافع فيه عن قيام قوات الجندرمة التركية بقتل لاجئين سوريين أثناء عبورهم الحدود، معتبرا أن ذلك حقا مشروعا. وكان الائتلاف قد أصدر البيان بعدما تواصل مع السلطات التركية المعنية لتبيان ما حدث، إلا أن الضغوط التركية كانت أقوى ودفعت به لتبني وجهة النظر التركية التي نفت وأنكرت جانبا جديدا من الإرهاب الذي تتبعه الدولة التركية. مشاهدينا، نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية معا في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد، إلى ذلك الوقت في أمان الله.